تتواصل أعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى محافظة المنيا، وفي هذا الإطار تفقد محافظ المنيا أسامة القاضي أعمال تنفيذ المشروعات بقرى مركز العدوى. شملت المشروعات الأعمال الإنشائية لمحطة معالجة الصرف الصحي بقرية كفر المغربي، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات الشامل والمجمع الزراعي بقرية بني عامر، وأعمال تطوير وحدة الإسعاف الملحقة بمستشفى حميات العدوى، وأعمال إنشاء مجمع الخدمات ومركز طب الأسرة بالقرية.